لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد، هذه سلسلة من المقالات لتوضيح العقيدة والرد على الشبهات المطروحة على كل موضوع، وسوف نبدأ هذه السلسلة بالإجابة عن مسألة وجوب النظر، أو بلغة أقل تعقيداً، لماذا يجب أن نبحث عن إله، أو لماذا يجب أن نبحث في الأديان والمعتقدات ونميز بينها. وسوف نقدم مجموعة من الأسباب التي تفرض على الشخص أن يبحث في هذا الموضوع. لعلهم يتفكرون. أولاً، وجوب دفع الخوف الحاصل من الأسئلة الوجودية. والمقصود بهذا الكلام أن الإنسان في فترة من حياته سوف يتوقف ليسأل نفسه أسئلة وجودية مهمة، مثل: من أين أتينا؟ أين سنذهب؟ ما هو هدفنا؟ وما شابه من هذه الأسئلة التي تكون مصاحبة لكون الإنسان كائن مفكر. والأديان وحتى المذاهب الإلحادية قد تدعي أنها تملك أجوبة على هذه الأسئلة، لذا على الإنسان أن يبحث عن الأصح من هذه الأجوبة على أسئلته، فنفس الإنسان لا تهدأ إلا بالحصول على أجوبة هذه الأسئلة الوجودية المهمة. فدفع الخوف لا يتحقق إلا بالجواب، والجواب لا نحصل عليه إلا بالنظر، والذي لا يتحقق الواجب إلا به يكون واجب عقلا، فالنظر واجب. ثانيا، وجوب دفع الضرر المحتمل. إن الأديان والمذاهب المختلفة تقول إن من لا يتبعها يكون هالكا في حياته، في الدنيا يسلك منهجا أخلاقيا ونظاما حياتيا منحرفا عن الصواب ومفسدا لمصلحته، وفي الآخرة يكون من الخاسرين ما لم يدخل في أحد هذه الأديان. ولا يرتفع خطر هذا الضرر إلا بمعرفة أصول الأديان وتحقيقها، فالمعرفة واجبة، والمعرفة لا تكون إلا بالبحث والنظر، فتكون النتيجة إن البحث والنظر واجب عقلا. ثالثا، وجوب شكر المنعم. إن شكر المنعم حسن وتركه قبيح غاية في القباحة عند كل عاقل، فكيف ونحن نرى البهائم؟ إذا ما أطعمناها تصبح تتودد إلينا وتدافع عنا وتحرسنا، فكيف بالإنسان الذي يعيش نعمة ميزته عن سائر الكائنات، وهي نعمة العقل التي بها وجد له سلطانا على كل ما حوله من الخلق. نعم، قد يعترض شخص ويقول علينا إحراز النعمية قبل البحث عن المنعم، وفي هذه الحال هو أثبت ما نريده وهو وجوب النظر، لأن شكر المنعم واجب، ولكي نشكره لا بد أن نعرفه، ولا تكون المعرفة إلا بالنظر، والنتيجة وجوب النظر لوجوب شكر المنعم المتوقف على المعرفة والنظر. لعلهم يتفكرون. وهذه هي الأدلة الرئيسية ويؤيدها الحصول على الكمال المعرفي، وتوضيحه أن الإنسان دائما يسعى سواء بنزعة غريزية أو أخلاقية لكي يكون كاملا معرفيا لا ينقصه شيء. ولذلك وجدنا المجتمعات البشرية تقدس من لديه معرفة أكثر من دون اختلاف بين البشر في ذلك. وبما أن الأديان والفلسفة الإلحادية يتنافسان أمام الإنسان لإعطائه صورة كاملة عن الحياة، فلا بد أن يكمل الإنسان معرفته بإحدى تلك الصور المطروحة له من قبل الأطراف المتنازعة فكريا في هذه المسألة. والحمد لله رب العالمين.